أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم Мы сердечно благодарим нашего брата, видим и понимаем, что слова исходят из глубины сердца, и я думаю, что все участники форума поддержат предложение муфтии шейха Равиля Гайнутдина сделать сейчас совместный коллективный дуа за многострадальный народ Палестины. И просим нашего имам-хатыба мемориальной мечети Шухада Асхат Хадрата Гимаддинова сделать дуа, иншаллах. اللهم إنا نشكرك سرا وجهارا ونحمدك محبة واختيارا. فارزقنا اللهم جنة عالية واحجب عنا جحيما ونارا. ولا تهتك سترنا يوم البعث فنكون بين الخلائق عارا. ولا تفضحنا بسوء أعمالنا يوم البعث عليك فتكسنا مأذلة وانكسارا. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس. يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، لكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه الأمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل علينا غضبك أو تحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في
كل مكان يظلمون. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم يا رب القوة والعزة انصر إخواننا في غزة. اللهم يا رب القوة والعزة انصر إخواننا في غزة. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم ارحم موتاهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم آمن روعهم. اللهم أطعم جوعاهم. اللهم اسق عطشاهم. اللهم تقبلهم في الشهداء. اللهم يا منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب أذق صهاينة شر عذاب. اللهم اهزمهم وزلزلهم واقذف الرعب في قلوبهم واجعل الدائرة عليهم يا سريع الحساب. اللهم إن الصهاينة قد طغوا وبغوا وتكبروا على الخالق والخلق وقتلوا رجال المسلمين ورملوا نساء المسلمين ويتموا أطفال المسلمين وقتلوا أطفال المسلمين ودمروا مساجدنا. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عذابك. اللهم خذهم أخذ العزيز المقتدر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب العرش العظيم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم احفظ مسجد الأقصى من الصهاينة المغتصبين. اللهم أخرجهم منه أذلة صاغرين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين وارزقنا صلاة فيه قبل الممات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.